مدينة الرستان 2/2/2013 آثار الدمار والحرق في هذا المحل التجاري. مرحبا عمو، شو شايفك هون بالمحل؟ شو وضع المحل هون؟ والله هون كان محل زمان وانحرق بسبب قصف عصابة الأسد. طب صار قصف وين كنت؟ كنا مخبين بالملاجئ وكنا خايفين كثير. طب القصف هذا بشكل يومي شلون عم يصير؟ في وقت محدد منظر في البيوت هاي او المحلات هاي؟ والله طيب شو وضع الطفل هون؟ والله خايفين وما عم يتأمن لا حليب ولا صغير حفاظة ولا حليب، بنضل متخبين وقاعدين بالملاجئ. بالنسبة لمدارسكم شلون انتم؟ ما في ما عم نستجروا عليها بسبب قصف عصابة الأسد، بس نحن بنروح عم يقصفها. هذا المحل كنت تشتروا منه تبضعوا منه معلق، شلون وضع الشراء؟ محلات فاتحة بشكل دائم؟ والله ما في محلات فاتحة، صغير حتى انه ما عم يتواجد له لا حليب ولا حفاظة. شو بتطلبوا بشهر الأسد؟